بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. السلام عليكم اعزائي المشاهدين عنا، يا رب تكون بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم ايه، حبه قدسيه كده ان شاء الله. في ناس بتسميها قدسيه، ناس بتسميها مخروطه، ناس بتسميها رشده، كل واحد على حسب ما بيسمي، كل واحد على حسب لغته، كل واحد على حسب بلده، كل واحد ايه ولغته. ان شاء الله كده هنعمل النهارده معاكم هي قدسيه، احنا في الصيد بنقول عليها قدسيه. هنعمل كده دقيق، حطينا عليه ميه وحطيت عليه معلقه السكر ومعلقه ملح زي ما انتوا شفتوا، وهعجن العجينه كده زي ما انتوا شايفين. بس لازم ايه اعملها حلو، لازم اخليها تبقى حلوه كده ناعمه كده في ايدي، وايه لسه هكمل عليها تاني. انتوا شايفين كده بالمنظر ده كده اهو، بصوا بقت كده كويسه اهي، اللي هي تبقى جديده شويه، لا تبط عشان ما تبقاش طريه عشان ما تلزقش. هنا عجن عجينه، عملت حتتين عجينه عشان الزقهم في الحل، احط عليهم المصفه من فوق، لان هي البتاع ديت بيبقى ليها، القدسيه دي بيبقى ليها حله مخصوص وحاجات بتاعتها، انا ما عنديش الحله ديت، فبعملها عادي في الحل في اي حاجه يعني، ممكن كل حاجه الواحد ليها حل. هنا عملت العجينه، رصيت حطيتها على الحله، حرف الحله كده، ولزقه كده في المصفى زي ما انتم شايفين كده، احطها على النار. هنا عجنت قطعت العجينه زي ما انتم شايفين اهي، قطعتها خمس قطع، وهفردها بقى بالنشابه واعملها في المكنه دي. المكنه دي عندي من زمان قوي يعني، بعمل بيها القدسيه دي. زمان احنا كنا نعمل القدسيه ديت بنخرطها بالسكينه، دلوقتي لا، بنعملها بالمكنه اسهل واسرع يعني. هنا افرد العجينه زي ما انتم شايفين اهو، بنفردها بالدقيق والنشابه زي ما انتم شايفين كده، افردها وبعدين اقطعها بالسكينه. فردت العجينه كده كلها نمسها كده بالدقيق زي ما انتم شايفين اهو، وهحط اقطعها بقى بالسكينه كده، واروح بقى ايه بالمكنه واعملها بالمكنه كده، بصوا اهي الف كده بالمكنه تطلع ايه من الناحيه التانيه بقى، بتطلع ايه متخططه زي ما انتم شايفين كده يعني. بركة ربنا سبحانه وتعالى، بناكلها بالعسل الاسود بالسمنه باللبن، على كل واحد على حسب ايه رغبته. بصوا اهي بالمنظر ده كده، كله بعمله ايه كده بالمكنه، افردها واقطعها. هنا بقى الميه غليت زي ما انتم شايفين كده اهي، عندي حته بيضه لازم حته خفيفه كده بيضه طبقها واغطي بيها العجينه اهي. هفرد بقى العجينة على المصفى كده على البخار، بتستوي على البخار هي يعني، كله عارفها وكله بيعملها يعني. كده حطيت العجينة كده واغطيها واسيبها بقى ايه اما تستوي زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى كده العجينة كله، بصوا بصوا اتفلفلت، بصوا عملت ازاي اهي، بصوا حاجه حلوه والله، حاجه جميله، وتبقى سخنه كده باللبن بالسمنه البلدي بالعسل الاسود، حاجه حلوه والله وحاجه جميله. حطيت قلبتها وحطيت عليها واحده تانية، بحط القطتين مثلا على بعض، الواحدتين بحطهم على بعض، بنسوي اتنين اتنين مثلا مع بعض، تلاتة تلاتة على حسب القطعه، لما تكون كبيره تحط اتنين، تبقى صغيره تحط تلاتة في المصفى، بيستووا مع بعض يعني. مش بشيل واحده واحط التانيه لا، بصوا هنا استوت اهي زي ما انتم شايفين اهي، حاجه جميله والله وحاجه حلوه. بص البخار طالع منها عامل ازاي اهي، زي ما انتم شايفين كده. بركه ربنا وبركه صلاه النبي. ما تنسوش يا جماعه اللي يخش عندنا ينورنا، وندور على بعض ونرفع بعض، والنصر هو الله والغالب هو الله والرفع هو الله، وربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع، وربنا المستعان معنا ومعاكم، والاخت ام حمزه تكون بخير ان شاء الله وربنا يصلح حالها. انا حلمت ان هي زارتني، بس مش عارفه يعني الحلم حلم ليل ولا يعني هتزورنا حقيقي، مش عارفه. ف
يا ريت تشرفنا وتنورنا هنا في مصر، يعني اهلا بالمغرب واهل المغرب وكده، وربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. هنا اللي حطيت لها سمنة بلدي وقلبتها، وهنا بالعسل الاسود بقى، كل واحد حسب رغبته، اللي عايز يحط عسل اسود يحط، عايز يحط لبن يحط، السمنة البلدي دي اساسي، والسكر برضو لازم يتحط لها حب السكر، بتبقى جميلة جدا والله يا جماعة، بألف هنا وشيفة للي كل واللي هياكل واللي شافه، سبحان الله والله اتاكلت ما عاد منها ولا فات فوطة، سبحان الله كله بيحبها، ربنا يصلح حالنا وحالكم. ومتنسوش يا جماعة اللي يخش عندنا ينورنا بالله، كل اشتراك والشير وربنا على صلاح الحل لنا ولكم وللجميع. هي كده طعمها بالعسل الاسود والسمنة البلدي جميلة جدا برضو، وبالسكر برضو بتبقى جميلة، وباللبن بتبقى اجمل برضو، وكل واحد حسب رغبته على حسب ما ياكل يعني. ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.